أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 اعتبارا من يوم غد الاثنين لمدة 10 أيام متتالية، تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري. وأوضحت الإدارة أنه على طالب الترشيح التقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة شويخ السكنية باء مقابل الجمعية أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحبا معه المستندات المطلوبة.